خوتي وخواتاتي، نتمنىكم ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير، تكونوا في صحه جيده يا رب. عالم ام صفاء، اليوم غنشارك معكم واحد الحرشه ديال الفرن اللي تجي غزاله البنات وهائله ورائعه. ما نقولش لكم، ما عليكم غير تشاهدوا الفيديو من البدايه حتى النهايه باش تحصلوا على النتيجه ان شاء الله مرضيه. وشكرا للناس القدام وشكرا للناس الجداد اللي ضموا القناه ديالي، الله يجازيكم بخير. شكرا لكم على التعاليق، شكرا لكم على اللايكات، بارطاجيو القناه ديالي مع الاهل والاحباب ديالكم، وشكرا لكم بزاف لهلا خطيكم. وشاهدوا الفيديو من البدايه حتى النهايه، ولي لايك راه مهم للفيديو. وهاد الحرشه غنصايبها لكم في الفران، وخلوا لي في التعاليق قولوا لي كيفاش جاتكم. بسم الله على بركه الله، نقطع لكم نقطع لكم طيف، تشوفوا كيفاش تجي البنات، تجي هائله يا البنات، رائعه ما شاء الله، كتجي غزاله بزاف وسهله، ما تاخذش منكم الوقت بزاف، تحضروها بسرعه ان شاء الله للعائلات ديالكم ووليداتكم. ها انتم البنات هالحرشه ما شاء الله، شوفوا كيفاش غزاله يا البنات، منكم تجربوه، كتجي رائعه رائعه رائعه، شهوه منها يا البنات. حرشه المقله، حرشه ديال المقله في الفران، جربوها وردوا عليا الخبر، ما شاء الله يا البنات، كتجي ذهبيه من هنا ومن هنا. مادام هي زوينه تنشكر لكم فيها باش جربوها يا البنات المبتدئات، خواتاتي المحترفات، جربوا هالطريقه ديالتي عالم ام صفا وتعجبكم البنات، رائعه ما شاء الله، تجي غزاله يا البنات. ما عليكم غير تشجعوني، تخليوا لي تعليق زوين كما قلت لكم، ولي لايك تيحفز القناه وتطلع الفيديو. شكرا لكم بزاف، ولهلا يخطيكم عليا على التعاليق اللي تتفرحني وتتشجعني وتنخليني نزيد نستمر باش ما نتوقفش. والقناه راه محتاجه الدعم، بلا بكم ما غاديش تطلع القناه، دعموني وشجعوني، تفرجوا في الفيديو من البدايه حتى النهايه، وبارطاجيو مع العائله والاحباب ديالكم والاصدقاء ديالكم، انستغرام لعندكم، تيك توك، فيسبوك، الواتساب. شكرا لكم، شكرا لكم بزاف خوتي وخواتاتي، اللي خطاكم عليا. وندوزو للطريقه كيفاش نحضرها، وراه غتعجبكم، ما عليكم غير تشاهدوا الفيديو من البدايه حتى النهايه، غتعجبكم النتيجه ان شاء الله. بسم الله على بركه الله، على بركه الله البنات، غنشارك معكم حرشه في الفران اللي تجي غزاله البنات وتجي رائعه. ديو في الغفله تحضروها بسرعه ما شاء الله، ما نقولش لكم البنات تجي غزاله، ما عليكم غير تابعوا الفيديو من البدايه حتى النهايه. بسم الله، عندي الكاس الاول ديال السميد الناعم، السميد ديال البغرير اللي تنديروا به الحرشه والبغرير، درت الكاس الاول البنات، الكاس الثاني جوج كؤوس عامرين مزيان، ندير البنات الشيشه ديال الملح على حسب الذوق. ومينه نعم، الملح البنات على حسب الذوق، السكر البنات صافي هنا البنات، السكر على حسب الذوق. انتم البنات حيت بغيت ديروا فيها الشكلاط، كاين اللي بغى يدير الكوفيتير، كاين هي من جوج معالق حتى ثلاث معالق، انا درت جوج معالق البنات ديال السكر، اكتفيت بهم صافي. وغندير راس معالقه ديال الخميره ديال الخبز، انتم البنات اختياري، بغيتو تسغناو عليه تسغناو عليه، غنعطيك السكر، بغيتو تسغناو عليها البنات تسغناو عليها، ما تديروهاش، ديرو غير خميره الحلويات. غندير هاد الخماره عندي فيها 15 غرام، غندير النص ديالها، نتوما ديرو خماره ديال 8 غرام او ديال 7 غرام، اللي درتو مزيان كي 7 كي 8. المهم البنات هنايا غناخذ كما قلت لكم النص ديالها صافي، ها هي النص ديال البنات، غادي ندير البنات الزبده كما قلت لكم، معلقه كبيره ديال الزبده عامره، وغندير البنات الزيت حتى هو واحد المعلقه ديال الزيت، ها هي عامره هي مزيان. وهنا البنات غنبسبس الكل بحال هكا، هانتوما بيديكم ولا بهاد الطراف اليدوي صافي، حتى تبسبس ليا الخليط كامل مزيان، ما تنعجنوهاش غير تنحركوها غير بالصبع ديالنا ولا بهاد الخلاط، باش ما خلطتوه فورشيطة ولا اللي متوفر عندكم. المغربية راه حادقة تبارك الله، المهم هي راه حرشة غزالة البنات، حرشة
حرشه ديال الفران زوينه البنات بزاف. البنات انا خدمت اليد ديالي باش نتحكم فيها نتسوسها مزيان. ها نتوما ولات مرمله يا البنات. غندير الكاس الاول ديال الحليب، والحليب البنات خارج من الثلاجه، ماشي في الثلاجه ما دافي ما والو، خارج من الثلاجه من قبل. صافي غنزيد الكاس الثاني وغنبقى نخلط حتى نحصل على القوام اللي بغيت انا. صافي الكاس الثاني البنات غنشوف شحال غادي من درت كاس ونص دابا البنات. صافي البنات كاس ونص كافي، شتو كاس ونص الحليب ما تفوتوه. صافي ها هي غادي ندهن المول ديالي بالزبده ونغبرو بالسميده مزيان. وهانتوما معايا صافي الفران شعلته من قبل على 180 درجه 180. صافي البنات، صافي هنا البنات هذا هو الطاوه ديالتي. دهنتها لعندكم حتى المقال وجديه ديروا فيها تكون قد هكا. دهنتها بالزبده وغبرتها بالسميد، وغنهبط الخليط ديالي كامل. ها هو البنات صافي، وغادي نسرحو بحال هكايا. ها نتوما كيك حرشه غزاله البنات كما قلت لكم رائعه ما شاء الله. ها نتوما شوف تبارك الله ما شاء الله تجي رائعه رائعه. بنعمل كلمه البنات المبتدئات من اول تجربه غتنجح معكم حرشه ديال الفرن بدون بيض بدون اختمار بدون حتى حاجه ديريكت. صافي هنا البنات قاديتها، نجيب واحد المعلقه. صافي هنا البنات تنجيب السميده، واحد المعلقه ديال السميده وتنرشها فيها بحال هكا من الفوق باش تجينا حرشه ثاني من الفوق تجي زوينه الشكل ديالها. غندخل الفرن شعل عليها غير من تحت تتحمر ليا من تحت عاد شعل عليها من الفوق، من الفوق راه غير تحمر. شعل عليها غير من تحت والعافيه كما قلت لكم غير 180 باش ما تحرق ما والو. المهم صافي البنات ها هي الحرشه. البنات هالحرشه ديالتي طابت تجي على هذا الشكل، تجي زوينه مشقه وغزاله يا البنات رائعه ما شاء الله. نتمنىكم البنات تجربوها وغتجربوها غتشكروني عليها وتوليو معتمدين عليها. تيبان لكم البنات التجنيبات تحمروا مزيان صافي تتشعلوا عليها من الفوق ما تتاخذش الوقت بزاف البنات كاع نص ساعه 25 دقيقه تتكون موجوده، نص ساعه 25 دقيقه حتى تكون موجوده معنا كي عندكم فران الضو كي عندكم فران الغاز بحال بحال الطياب ديالها بحال بحال. ما عليكم غير تشجعوني الله يجازيكم بخير وتعليق زوين ولي لايك البنات، لي لايك محفز القناه تيخلي الفيديو يبان تيطلع مزيان في اليوتيوب. وشكرا لكم وبكم انتم مستمره انا قدام وجداد الله يجازيكم بخير. بارطاجيو القناه ديالي وخليو ليا كما قلت لكم تعليق زوين وجربتوها خليو ليا قولوا ليا كيفاش جاتكم. وشكرا لكم البنات وبالسلامه عليكم ونتلاقاو ان شاء الله في فيديو جديد وديما مع الجديد وبالسلامه عليكم. تنشكركم بزاف البنات.